صباح الورد. بمناسبة عيد الأم نهدي وردة لكل أم، الأم البيولوجية أو الأم الروحية. إذا كنت أم في هذه الحياة أو في غير حياة أو في احتمال آخر، إنه إحنا كأرواح نجرب كل الاحتمالات حتى نأخذ من عندها الحكمة ونتوسع أكثر. فبالنهاية عيد سعيد لكم كلكم. الحكمة اللي حابة نتشارك بيها اليوم، أول نقطة: تخلوا عن معتقد المثالية. ماكو شيء اسمه مثالية، لا أم مثالية ولا أب مثالي ولا زوجة مثالية، ماكو. فنتخلى عن هذا السعي بأنه أكون شخص مثالي أو أقارن نفسي بالآخرين أو حسب قوانين المجتمع والسوشيال ميديا، لأني راح أفقد حلاوة تجربتي. كل شخص بينا مميز كما هو، وتجربتنا في هذه الحياة هي رحلة خاصة بينا أحنا. ننطي الإذن لنفسنا بأنه نستمتع بها. فيا عزيزتي الأم، تخلي عن مقارنة نفسك بالآخرين أو شعارات الرنانة والمقالات. كوني أنت. وأكثر شيء أغلب الأمهات محتاجين هو أنهم يحررون شعور الذنب والتأنيب أو التقصير تجاه أولادهم أو أهلهم. عادة لما نحب شخص نحب نقدم له كل شيء، وأحيانا نحس أنه شقد ما قدمنا مو كفاية، فيصير عندنا شعور بالتأنيب والتقصير. لما أحس بالتقصير أني ما متواجدة معهم كفاية أو مدى أربيهم بالطريقة الصح حسب ما المجتمع يقول أو مدى أوفر لهم كل شيء يحتاجون إلى آخره من الأسباب اللي أسمعها من الإعلام والمجتمع والآخرين، وصير أقارن نفسي وصير عندي شعور تقصير وذنب. كل هذه الأشياء اسمحي لها تتحرر الآن. خلونا مع بعض ناخذ نفس جميل، ومع الزفير نحرر كل مشاعر الذنب والتقصير بأني لست كفاية بمعتقداتها وأصولها الآن. ممتاز. هسه خلوني أقول لكم شنو معنى أنه نكون أمهات. الأم هي الاحتواء، هي التقبل، هي الحب اللامشروط، هي الحنية. وهذه الأشياء موجودة ناتشرالي عند كل امرأة، ما تحتاجين أنه أنت تشتغلين عليها، فقط اسمحي لها بأن تكون وكوني هذه الصفات. مو مهم عدد الساعات اللي أقضيها مع أطفالي، المهم أكون حاضرة بوعي. مو مهم أني أنصحهم أو أوجههم، المهم أسمعهم وأتقبلهم وأحتويهم. نتخلى عن مسؤوليتنا بأسعادهم، لأنه السعادة اختيار. إذا هم اختاروا يكونون حزينين أحياناً أتقبل هذه الحالة، إذا اختاروا يتمردون أتقبل هاي المرحلة. نتخلى عن مقارنة أطفالنا بأطفال آخرين وننطيهم مساحة حرية بأن يكونون حقيقيين، يكونون هم مرتاحين بوجودهم. مسؤوليتنا الوحيدة تجاههم هي أن نوفر لهم مساحة أمان، سيف سبيس، حتى يزدهرون بيها ويكونون هم ويعيشون تجربتهم اللي أرواحهم اختارتها. وأحلى هدية أقدمها لهم بأنه أكون أنا النور في حياتهم. حضوري، تواجدي بوعي معهم رح يشع بنوري، وهاي أحلى هدية لهم. فعيد أم سعيد لكل امرأة بالعالم، سواء اختارت بهذه الحياة أنه تكون أم بيولوجية أو حبت في هذه الحياة أنه تركز على نفسها وما تتشتت. بالنهاية كل الاحتمالات موجودة وجربناها كلها حتى ناخذ منها الحكمة ونكون أحنا النور اللي يشع بنوره لمن حوالينا.